جامعة الخرطوم بشعارها الذي جمع كل المفردات التي تبشر بالعلم والتطور بدأت مسيرتها في العام 2900 تحت مسمى كلية غردون التذكارية وكان باعث إنشائها الأساسي خدمة المجتمع وفي العام 36 900 وألف أنشأت مدرسة القانون إيذانا ببدء التعليم العالي بالسودان. وتبع ذلك إنشاء مدرسة العلوم البيطرية والزراعة في العام 38 900 000. ومن بعد مدرستي العلوم والهندسة في العام 39 900 000. ثم مدرسة الآداب عام 40 900 000. وارتبطت هذه المدارس بجامعه لندن ليحصل طلابها المتفوقين على درجه البكالوريوس من جامعه لندن مع الاستمرار في منح الدبلوم لبقيه الطلاب. مع تباشير العام 51 900 وألف تغير اسمها الى كليه الخرطوم الجامعيه وظلت تحت رعايه جامعه لندن وأضيفت اليها مدرسه كيتشنر الطبيه. وبعد استقلال السودان في العام 56 وألف تم الترقيه الكليه الى جامعه باسم جامعه الخرطوم تحت قياده الاستاذ نصر الحاج علي الذي تقلد منصب الاداره بها في العام 58 وألف كاول مدير سوداني لجامعه الخرطوم شهدت الجامعه من بعد ذلك توسعا كبيرا في اقسامها وكلياتها المختلفه أنشأت كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في عام 58 900 ألف وكلية الصيدلة في عام 63 900 ألف كما ضمت الجامع معهد المعلمين العالي ليصبح كلية التربية عام 64 900 ألف وفي العام 71 900 ألف أنشأت مدرسة طب الأسنان لتتحول إلى كلية طب الأسنان عام 92 900 ألف كلية الغابات كقسم بكلية الزراعة في عام 75/900 ألف تحولت إلى كلية في عام 93/900 ألف. مدرسة العلوم الرياضية في عام 78/900 ألف تحولت إلى كلية في عام 95/900 ألف. معهد الإنتاج الحيواني في عام 82/900 ألف تحولت إلى كلية في عام 92/900 ألف. مدرسة العلوم الإدارية في عام 87 900 وألف، وكذلك كلية الصحة العامة وصحة البيئة في العام 91 900 وألف، ومدرسة التمريض العالي في عام 94 900 وألف، وكلية علوم المختبرات الطبية في العام 96 900 وألف. كما هناك أيضا كلية الدراسات التقنية والتنموية وهي من أحدث كليات الجامعة في عام 99 900 وألف وهي تمثل تطورا لمعهد الدراسات الإضافية في عام 64 900 وألف تطلع الكلية بالتنسيق لبرامج الدبلومات التقنية وبرامج التعليم عن بعد والتعليم المستمر في شتى المجالات المهنية كما تقوم بتنظيم الدورات القصيرة والندوات والمؤتمرات التي تسهم في عجلة التنمية بالبلاد التكوين الحالي لجامعة الخرطوم يشمل العديد من الكليات التي تتوزع في مجمعات هي مجمع الوسط وبه كليات الاداب، كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، كلية القانون، كلية العلوم الرياضية، كلية العلوم الادارية، الدراسات العليا، الدراسات التقنية والتنموية، الى جانب عدد كبير من المعاهد والمراكز البحثية. مجمع العلوم الطبية ويضم كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والصحة العامة وصحة البيئة وعلوم التمريض والمختبرات الطبية. مجمع العلوم الزراعية وبه كليات الزراعة والطب البيطري والإنتاج الحيواني والغابات. تجاوز حصاد الجامعه 19 كليه و17 معهدا ومركزا للبحث والتدريب وعدد من المستشفيات التعليميه ومزرعه تجريبيه ومتحف للتاريخ الطبيعي ومطبعه ودارا للنشر بالاضافه الى بنيات تحتيه ومرافق مختلفه بالجامع عدد كبير من المعاهد المتخصصة والتي تضم معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية معهد الدراسات والبحوث الإنمائية معهد بحوث البناء والطرق ومعهد الدراسات البيئية ومعهد الدراسات الحصرية ومعهد أبحاث السلم ومعهد دراسات الإدارة والحكم الاتحادي ومعهد الأمراض المتوطنة ومعهد البروفيسور عبد الله الطيب تخليدا لذكراه ووفاء وعرفانا لعميد الأدباء وشيخ العلماء لعطائه الجليل والعديد من المراكز منها مركز ترقية أداء أعضاء هيئة التدريس، ومركز أبحاث الإبل، ومركز دراسات التصحر، واستزراع الصحراء، ومركز الحاسوب، وتقانة المعلومات، ومركز دكتورة سلمى لأمراض الكلى، ومركز التطوير التربوي للمهن الصحية، ومركز اقتصاديات الصحة. مكتبة جامعة الخرطوم انشئت في عام 45 900 وألف بحوالي 6000 كتاب من نفائس العناوين وأمهات المراجع، وزاد عددها ليصل إلى أكثر من مليون مجلد، للمكتبة فروع متخصصة في مختلف الكليات، وتزود الجامعة سنويا بأكثر من 400 دورية ومجلة إلى جانب المئات من الرسائل العلمية في مجال الدراسات العليا. واضيفت اخيرا الى المكتبه في اخر حلقات تطويرها وتحديثها مركز شبكه المعلومات الالكترونيه الى جانب مكتبه الدراسات السودانيه المتخصصه في الشؤون السودانيه وتحتوي على معظم ما كتب عن السودان وما كتبه السودانيون من مؤلفات ورسائل علميه داخل وخارج السودان تعمل جامعه الخرطوم لخدمه اهدافها الجوهريه التي نص عليها قانونها انخراطا في تاكيد هويه الامه وابتكار التقنيه وتطويعها لخدمه المجتمع السوداني والاهتمام بقضايا التنميه البشريه واعداد الطلاب في التخصصات المرتبطه بحاجات المجتمع تدار جامعة الخرطوم من خلال هياكل إدارية متكاملة، فمجلس الجامعة يختص بوضع السياسات والخطط لتطوير الجامعة ومناقشة مقترحات الموازنة السنوية والموافقة على إنشاء الكليات وإصدار النظم واللوائح. ومجلس الأساتذة يعنى بوضع شروط ونظم وبرامج الدراسة والامتحانات ومنح الإجازة العلمية والدرجات الفخرية. وتضم الاداره التنفيذيه الساده مدير الجامعه ونائب المدير وامين الشؤون العلميه والوكيل وعميد شؤون الطلاب وامين المكتبه ومدير اداره البحث العلمي والعلاقات الثقافيه. جامعه الخرطوم كانت وما زالت وستظل هي رائده التعليم العالي والبحث العلمي في السودان. وكانت وما زالت وستظل هي بيت الخبرة الأول في السودان ولم يتأتى لها ذلك عبر السنوات الماضية إلا لأنها تستقبل حقيقة أفضل الطلاب من الشهادة السودانية وتستوعب أفضل الخريجين لتدربهم ليصبحوا أساتذة و ذلك يضع على جامعه الخرطوم عبئا كبيرا من المسؤوليه تجاه التعليم العالي والبحث العلمي في السودان وجامعه الخرطوم في تاريخها الطويل قدمت الكثير للسودان في كافه المجالات سواء كان في مجال البحث العلمي في مجال خدمه المجتمع بصوره عامه في كافه التخصصات ولكن كل ذلك لا يدعنا نغتر او لا نحسب للظرف وللزمان حساباته فنحن في زمان حدث فيه انفجار كبير في كافه المجالات في المعارف الانسانيه فلا بد لجامعه الخرطوم من ان تواكب وان تجتهد في تحديث المناهج وان تهتم بالبحث العلمي المرتبط بحاجيات المجتمع كل ذلك ونحن الان في ثوره المعلومات وفي ثوره البيولوجيا الجزيئيه واذا لم تقم جامعه الخرطوم بجهد كبير في هذه المجالات سوف لن تنافس على المستوى العالمي وخاصه نحن في عهد اصبحت فيه معايير الجوده والاعتماد هي سيف مسلط على كل المؤسسات و نحن نستوعب كل هذه التحديات وكما ورثنا هذه الخبرة المتصلة من أسلافنا نسعى إن شاء الله أن تكون جامعة الخرطوم جامعة الرائدة في كافة المجالات وورثنا خطة طموحة من أسلافنا ونمضي في تنفيذها في كل هذه المحاور التي تحدثت عنها هيئة التدريس بجامعة الخرطوم عقد نضيض ونفر كريم من خبراء ابناء السودان يصل عددهم الى 1754 عضوا، 135 استاذا بروفيسور، و364 استاذا مشاركا، و441 استاذا مساعدا، و401 محاضرا، و413 مساعد تدريس. كانت ثورة التعليم العالي تحديا علميا كبيرا حملت جامعة الخرطوم على عاتقها منه قسطا كبيرا خاصة وأنها رائدة الجامعات وقلب التعليم العالي النابض بالبلاد فعملت على زيادة استيعاب الطلاب المؤهلين للدراسة الجامعية لدرجة البكالوريوس ففي العام تسعين وألف كانت أعداد الطلاب المقبولين بالجامعة 2070 طالبا وطالبة ازدادت إلى 24 ألف في العام 9 بالإضافة إلى استيعاب الطلاب العائدين ممن كانوا يدرسون خارج السودان كما كان للجامعة دور حيوي في مد الجامعات الجديدة بالأساتذة والفنيين والإداريين تمكينا لتلك الجامعات الوليدة من إرساء قواعد راسخة تنهض عليها وأضحت أوعية الجامعة رحبة كما أديم السودان ليصل عدد الطلاب المستوعبين بمختلف كلياتها إلى 42 ألف طالب وطالبة 24170 في درجة البكالوريوس و10754 بالدبلومات الوسيطة و7098 طالب وطالبة بالدراسات العليا لمئة عام أو تزيد لا تزال الجامعة على شروط عطائها المتجدد في خدمة التعليم العالي والبحث العلمي وتنمية المجتمع وفي كل يوم تجد المسيرة على دروب المستقبل يعتبر البحث العلمي من العوامل الأساسية لبناء الدولة الحديثة التي تعتمد العلوم والتقان منهجا ووسيلة للنهضة والتقدم إلى جانب إشاعة مبدئية التخطيط العلمي الذي أرسته الجامعة في المحافل البحثية والمجتمعية وتجاوزت تجربتها في البحث العلمي الأطر المحلية إلى مستويات عالمية أكدتها البحوث التي قام بها منسوب الجامعة ونالت تقديرا كبيرا بل وأحدثت تغييرا في بعض العلوم فيما يلي العلاقات الثقافيه جامعه الخرطوم لدينا اكثر من 166 اتفاقيه مع جامعات عالميه من 13 جامعه من افضل 100 جامعه رصدت في عام 2009 على راس القائمه جامعه جون هوبكينس الامريكيه وجامعه كامبريدج وغيرها من الجامعات الاوروبيه والاسيويه والامريكيه يبقى 166 اتفاقيه ايضا هذه الاتفاقيات بتركز على 53 53 دوله فعندنا ايضا عمل قيم في مع ناسا والاتحاد جامعات الاتحاد الاوروبي وبعض جامعات الاتحاد العالم العربي والعالم الافريقي وايضا مبعوثيننا الى الخارج بيجدوا اشاده من جامعات عالميه يعني افضل جائزه دكتوراه لعام 2005 2007 نال استاذ مبعوث من كليه الهندسه. والعامين التي تليها 2007 2009 افضل افضل جائزه في جامعه كامبريدج ايضا نال استاذ من كليه العلوم في علم البيئه. كذلك افضل جام افضل دكتوره قدمت افضل رساله دكتوره قدمت في الصين نال استاذ من قسم قسم علم الارض او قسم الجيولوجيا وده حل اشكال بتاع زلازل مع الكباري. وايضا افضل جائزه في ماليزيا جائزه الدكتوراه في ماليزيا نال مبعوث ايضا من جامعه الخرطوم في الكيمياء التحليليه تتعاظم الادوار الوطنيه التي تلعبها الجامعه وتتنوع ملامسه مختلف المجالات ويكفي ان حصيله الابحاث التي اجرتها جامعه الخرطوم ضمن متطلبات الاستراتيجيه القوميه الشامله وصلت الى مناسيب قدرت بما يصل الى 75 الى 100% في المجالات الزراعيه والثروه الحيوانيه والموارد البشريه وبحوث الصناعه والطاقه والتعدين والخرائط ومعلومات الارض. ووصلت في المجالات الاقتصاديه والعلاقات الخارجيه والاداره السياسيه والنظام العدلي الى ما تتراوح نسبته ما بين 60 الى 70% ووصلت نسبه ابحاث الثقافه والاعلام والتقانه والنقل والمواصلات والاتصالات والتخزين الى نحو 45 الى 50% كانت لغه التدريس بالجامعه هي اللغه الانجليزيه ومنذ مطلع السبعينات بدأ الاهتمام بإجراء اصلاحات علميه محورها تعريب المناهج، وقد قصد برؤيه تعريب الجامعه تأهيلها لتحقيق انتمائها العربي والإسلامي، وكللت هذه الجهود بالنجاح، وتخرجت اول دفعه من طلاب البكالوريوس ممن درسوا باللغه العربيه في العام 93 94 وألف. وبما أن تاج رسالة الجامعة البحث العلمي، كان الاهتمام متعاظمًا بالدراسات العليا التي يرجع تأريخها إلى 58-900 ألف، وكان قبلها تأهيل الأساتذة يتم في الجامعة البريطانية في العام 73 تسعمائة وألف أنشئت كلية الدراسات العليا لتطوير مجال الدراسات العليا والتدريب البحثي وتنسيق البحث المتداخل وتعتبر كلية الدراسات العليا الجهة التدريبية الأولى في البلاد في التخصصات العليا حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين بها في مختلف المجالات نحو 7098 طالبا وطالبة وتواصلت الجهود قدما في سد الحاجه الى التاهل الداخلي وعلى الصعيد الخارجي اقامت الجامعه من خلال الدراسات العليا علاقات متميزه مع المؤسسات العلميه في اوروبا وافريقيا والعالمين العربي والاسلامي الى جانب الصلاه بالمؤسسات الوطنيه ذات الصله. قدمت الجامعه ابتكارات متعدده في طرق التدريس والبحث وازكاء الحراك التنموي الاقتصادي والاجتماعي. نالت الدراسات والبحوث العلميه وخاصه تلك ذات الطبيعه الميدانيه والتطبيقيه عنايه الجامعه لاهميتها العلميه والتنمويه وتبع ذلك انشاءها للمراكز البحثيه المتخصصه التي قدمت خدمات علميه استشاريه لاجهزه الدوله والقطاع الخاص وانجزت بحوثا مكثفه ومتنوعه وكذلك اقامه المؤتمرات العلميه المحليه والعالميه أما النشر وإصدار المطبوعات العلمية نشطت الجامعة وهيئت له البنى التحتية المتكاملة وخلال العقدين الأخيرين فقط صدر عنها أكثر من ثلاثمائة كتاب عن دار جامعة الخرطوم للنشر وأكثر من ثمانين مؤلفا عن منشورات معهد الدراسات الآفرو أسيوية أسيوية وعشرين كتابا آخر عن إدارة التعريب وتصدر عن الجامعة بمختلف كلياتها العديد من المجلات العلمية والمحكمة والمتخصصة ومنها مجلة الدراسات السودانية مجله اداب ومجله جامعه الخرطوم ومجله العلوم الزراعيه ومجله كليه الدراسات الاقتصاديه والاجتماعيه ومجله الدراسات العربيه والافريقيه كما تسهم الجامعه بجهد وافر في اصدار سلسله السودان في رسائل ومدونات ومجله الجمعيه الهندسيه السودانيه ومجله السودان الطبيه وتجاوز صدى المشاركات العلميه للجامعه الحدود المحليه الى رحاب الدوريات العالميه المتخصصه للجامعه علاقات ثقافيه راسخه تربطها بجامعات ومؤسسات علميه في اوروبا وامريكا الشماليه وافريقيا والعالم العربي كما تتمتع بعضويه الاتحاد العالمي للجامعات وهي عضو مؤسس باتحاد الجامعات العربيه واتحاد الجامعات الافريقيه ورابطه الجامعات الاسلاميه ولها العديد من اتفاقيات التعاون العلمي ومذكرات التفاهم ومشاريع التاخي الثقافي والعلمي والتوامه وبرامج العمل التنفيذي والتواصل مع الجامعات والمراكز والمعاهد العلميه والبحثيه العالميه حيث وقعت الجامعه اكثر من 154 اتفاقيه تعاون في هذا المجال قد تمتعت وما زالت جامعه الخرطوم منذ انشائها في العام 1902 بسمعه اكاديميه عاليه المستوى محليا واقليميا وعالميا وقد دربت هذه الجامعه على العديد من الاطر الفنية والعملية تدريبا راقيا مما ساعد على تنمية المجتمع السوداني قد واكبت هذه الجامعة المستحدثات الجديدة في الحقل العلمي والمناهج التدريسية الجامعية واستحدثت العديد من البرامج التعليمية الجديدة لتواكب حاجة المجتمع وحاجة السوق مستوى آخر من مستويات التفاعل بين الجامعة والمجتمع كانت درجات الدكتوره الفخريه التي تقوم بمنحها لبعض الشخصيات العامه اعترافا باسهاماتها وتقديرا لجهودها المتميزه في اثراء الحياه العامه لم تنقطع صلات اجيال خريجي جامعه الخرطوم عن الجامعه اعتزازا بها وانتماء متجددا الى دوحتها الكبرى، وفي هذا السياق اهتمت الجامعه بقيام مجلس رعايه شؤون الخريجين، وانداحت التجربه لتمهد لتكوين اتحاد خريجي جامعه الخرطوم تدعيما لعلاقه الجامعه بخريجيها وبالمجتمع. نشطت الجامعة في تقديم خدماتها المجتمعية عبر مؤسساتها المتخصصة ومنها مستشفى سوب الجامعي الذي تأسس في العام 75 900 وألف للأغراض التدريبية لطلاب الطب وأطباء الامتياز والدراسات الطبية العليا على مستوى البلاد فأصبح المستشفى من أهم الأذرع التي تربط الجامعة بالمجتمع فيما يتعلق بالخدمات الطبية المتخصصة والشاملة التي يقدمها ويعتبر بعض هذه الخدمات الأول من نوعه في الشرق الأوسط كقسم المايستوما وكذلك مركز نورا لعمليات جراحه وزراعه الكلى للاطفال ويعتبر المستشفى الاول على مستوى الوطن العربي وافريقيا في توطين عمليات نقل وزراعه الكلى تتميز الجامعه بانها تشكل بيت خبره وطني شامل التخصصات تسبغ علمها على الجميع وتعمل لتحقيق التطلعات التنمويه في كل ساحه وناحيه في مجالات السلام التنميه الدعوه الصحه وتتواصل رساله الجامعه في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الذي يقود الى خلق امه سودانيه موحده ومتطوره ومتقدمه من خلال جامعه مستقله اكاديميا وماليا وتؤدي ادوارها في مختلف ضروب المعرفه من برامج وبحوث ترتبط بمتطلبات التنميه المستدامه يقودها في كل هذا ريادتها المستمرة على المستوى الداخلي وتطلعاتها للريادة العالمية جامعة تشكل مفاهيما متجددة ومنظومة استراتيجية وتمضي أم الجامعات الوطنية واثقة الخطى وثاقبة الرؤية ووافرة الآمال والتطلعات طليعة متقدمة غايتها الكبرى هذا السودان وإنسانه